مرحبا، اليوم رح نحكي على طريقة تفعيل أو تشغيل نفس رقم الواتساب، نفس الحساب يعني، على جهازين مختلفين بنفس الوقت. عنا هون على الطرف اليمين عنا موبايل أندرويد عادي فيه واتساب مفعل عليه رقم، وعنا هون موبايل أندرويد تاني أو بهالحالة هو عبارة عن محاكي أندرويد فيه واتساب رح نفعل عليه الرقم اللي بالموبايل الأول. بالموبايل الأول رح يلزمنا برنامج تيتانيوم باك أب، طبعا بده روت حتى يشتغل. برنامج تيتانيوم باك اب موجود بالجوجل بلاي ومجاني، سعره النسخة المجانية بتكفي. على الموبايل الثاني رح يلزمنا ما عدا التيتانيوم باك اب رح يلزمنا الاكسبوز، ورح يلزمنا اضافة اكس بريفسي، طبعا بننزل الاضافة ومنفعلها ومنعيد التشغيل. طيب هلا بندخل اول شيء على التيتانيوم باك اب بالموبايل الاول. ندخل نكبس هون على باك اب ودار ستور، بالبحث بنكتب واتساب او اول حرفين ثلاثة بيكفي. طيب بنكبس على واتساب وبنكبس هون على باك اب. هلا بعد ما عملنا هيك بندخل على مدير الملفات، رح نلاقي بذاكرة الهاتف في عنا مجلد تيتانيوم باك اب وجواته ملفين بيبدأ اسمهم com.whatsapp. هدول الملفين لازم ننسخهم على الموبايل التاني سواء بالكابل او بأي طريقة. هلا انا عندي نسختهم بالاصل كهنين، هدول هن الملفين هاد وهاد. هدول الملفين لازم ننقلهم بالموبايل التاني كمان على مجلد التيتانيوم باك اب. هلا صاروا عنا مجلد تيتانيوم باك اب هدول الملفين. لازم نعرف الـ IMEI للموبايل الاول، بلزمنا ضروري. هي الطريقة كلها بتعتمد انه رح نخلي الواتساب بالموبايل التاني يحسب انه هو هذا الموبايل الاول. الواتساب بالعادة بيطلع على الـ IMEI، ولما يكون هذا الـ IMEI نفسه ما رح يرجع يطلب تفعيل مرة تانية. فبنكبس نجمة مربع 06 مربع رح يطلع لنا هذا الرقم اللي هون، هي 01 ما لازمه، هو عبارة عن 15 خانة. طيب هلا بنفتح على إضافة اكس بريفسي، بنفتح على برنامج الواتساب، رح نحدد على الـ Identification، هنحدد على الفون، هاي الفون نحط عليها صح. هلا بنكبس على الثلاث نقط اللي فوق على settings ال IMEI، هون رح نعدله، نكتب الرقم ال IMEI تبع الموبايل الاول. ونحط سيف او الارسل فلوبي اللي فوق. طيب هلا بقى بندخل على برنامج التيتانيوم باك اب، طيب بندخل على الباك اب ريستور كمان وبنحط على الواتساب، رح نلاقي مكتوب عنا انه في نسخة احتياطية من قبل، فنحن نكبس على ريستور هون داتا اونلي، بقول لك ان الواتساب شغال لازم بيعمل له ايقاف، قلت له اوكي. فهلا خلص، هلا بنجرب نفتح الواتساب، رح نلاقي المحادثات كلها موجوده، الواتساب تفعل وخلص. الارقام راحت لانه بالاصل على هذا الموبايل لسه ما في الارقام، فعادي رح يبقى بس هيك ارقام دون اسماء. طيب هلا فرضا اذا جربنا نبعث رساله من هون، الرسالة انبعتت. طيب هلا بنجرب نبعت الرسالة من الموبايل الأول، شوف إذا لساته شغال ولا لا. كمان هون الرسالة انبعتت. طيب هلا
عنا سؤال إنه في حال حدا بعت لنا رسالة على أي موبايل رح توصل، على هذا الموبايل ولا على هذا الموبايل؟ طيب هلا أول شغلة، الرسالة رح توصل مرة واحدة بس، ما رح توصل مرتين، يعني رح توصل على واحد من الجهازين. طيب هلا في حال كان عنا موبايل متصل بالإنترنت والموبايل الثاني لا، فهو شيء طبيعي رح توصل على الموبايل اللي متصل بالإنترنت. طيب في حال كان عنا الموبايلين متصلين بالإنترنت بنفس الوقت، رح توصل على الموبايل اللي بعتنا منه آخر رسالة. يعني هلا بهالحالة أنا آخر رسالة بعتها كانت من الموبايل اللي على اليمين، فرح توصل الرسالة هلا في حال هذا رد علينا، فرح توصل الرسالة على الموبايل اللي هذا الموبايل. أظن هذا كل شيء، اللي عنده سؤال بيحسن يسأل. 100 سلامة، شكرا.